السلام عليكم ورحمة الله مشاهدي الكرام متشبعين ديالك، دايرين لاباس؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير، ناقصكم حتى خير. دابا عملت هذا العجين المورق باش نعمل كرواسون، رانا وريتكم الطريقة في الفيديو الفايت. هذا ديال كرواسون زدت فيه الخميرة، تابعوا معايا. غادي نقطع هاد الكرواسات، كيجي ساهل. صيبتو ونخليه في الثلاجة، مي كنبغي نطلقو. كرواسون نعمل فيها الفرماج ولا الشوكولاط ولا باش ما عمرتوها، التعمار كيبقى اختياري. نتمنى يعجبكم اخوتي هذا الفيديو، ديري له اللايكات والمشاركه. الله يجازيكم بخير، الله يكثر خيركم. انا قناتكم، نتوما اللي كتدعموا، نتوما اللي كتخليوا لي المشاركه. الله يجازيكم بخير. صافي دابا غادي نتبع بحال هذا الشكل كيما وريتكم، حتى تسالي. راه كان يمكن لك ديريهم مربعين، يمكن لك ديريهم كيفما بغيتي. ما كنرقوش بزاف، شويه هاد الجناب بحال هكا. صافي بعد ما قطعتهم دابا في هذا الشكل غنخليهم يخمارو، غنغطيهم نخليهم يخمارو. مع يخمارو عندهم بالبيض، صفر البيض، وغادي ندخلهم يطيبوا ان شاء الله. نتلاقاو ملي يطيبوا. دابا غادي نغطيهم هكا، نخليهم حتى يخمارو مزيان. صافي السلام عليكم. الوسطه ديالنا بعد ما خمارت، دابا غندهنها بالبيض. خليتها خمرت مزيان، دهنوها هكا من الجنيبات من كلشي، كتجي رائعه. نقول لكم شي زعما راه باينه، عمل الخدمه باينه زوينه. خيو عليها تخمر السد ديالها في الخمير. دابا ندخلها للفران، يكون دابا راه مشعلاه، ونخليها هكا حتى نشوفها هكا شدت شويه الطياب، ونحضر عليها العافيه بزاف حتى طيب على خاطرها. هي بالعافيه هكا الفران محضور ديك 160 ولا هادي، صافي كتقرمش مع راسها وكتجي واعره. المهم دابا تشوفوا اخر الفيديو كيفاش غتجي. دابا كلشي على عينيكم، انا دابا قطعتها هكا صغيره، اللي بغى يعملها كبيره يعملها صغيره هكا، كتجي فرضيه زوينه. واحد كيهزي وحيده ماشي بحال ديك الكبيره، ولا الوليدات ولا غادي للمدرسه كتعطيهم ديك الوحيده كتجي متحفه. وهادشي اللي كاين اخوتي،
صافي دابا غندخلها للفران، ديالنا من الفران غنزيدو لها واحد الاضافه هذاك فرماج احمر حكي بشرتو، ودابا غادي نزيدو على الوجه ديالها، كيجيو زويونين وبسيطين هكا الكوتي للوليدات كلشي كيجيو زوينين وبسيطين بزاف كما شفتو. دابا نعمل معكم بالضبيره مره اخرى ان شاء الله. العجينه هي النيت كيبقى غير انت كتشكلي كيف ما بغيتي. صافي دابا غادي ندخلهم للفران، دابا الفران ندخلهم ونطفي الفران. صافي خلي عيدك فرما شويه يسيح على وجههم. صافي ديالنا بالموجدات كيما كتجي في هذا الشكل هذا زوينه بزاف اقتصاديه. متبخلوش علينا باللايكات تعليقات، حفزوا شويه القناه الله يرحم الوالدين. السلام عليكم لفيديو اخر ان شاء الله، ان شاء الله مازال بنادم حتى شي وقت اخرين.